ننتقل إلى تركيا الآن، حيث يحتفل الأتراك اليوم بالذكرى 95 لعيد النصر على قوات الحلفاء واليونان عام 1922، حيث شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات هذه الذكرى من خلال زيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. عدنان الظاهر والتفاصيل من إسطنبول. عند ضريح أتاتورك يجتمع الفرقاء السياسيون، تغيب في هذا اليوم المشاحنات والخلافات السياسية، فالبلاد تحتفل بالذكرى 95 لعيد النصر، نصر تحقق ضد اليونان وجيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، فكان الاستقلال الذي أعلنه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال. أتاتورك العظيم، إننا نحتفل بفخر بالذكرى 95 للانتصار الكبير. إن هذا الانتصار الذي مهد للاستقلال هو بمثابة حلقة من سلسلة حلقات الصعاب التي واجهتنا منذ معركة ملاد كرد وحتى يومنا هذا. مظاهر الاحتفال في كل مكان. لم تغب عن الجمهورية التركية منذ تأسيسها فكرة الاعتزاز القومي، ظل هذا الشعور سائدا طيلة العقود الماضية، وارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة، ولم يقتصر ذلك على حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، بل دخل في أدبيات حزب العدالة والتنمية الحاكمة. فالبلاد الآن بحسب خطابات الحزب تعيش على فكرة التهديدات القادمة من الغرب التي تستهدف وحدة أراضيها، فالتجأت هي الأخرى إلى نبرة الخطاب القومي. هو عيد للجيش التركي أيضا، جيش تحاول السلطة المدنية الآن إعادة تصحيح صورته بعد محاولة الانقلاب الأخيرة وإبعاد شبحه عن الحياة السياسية. خطى الحزب الحاكم خطوات كبيرة في هذا الإطار، لكن العلاقة بين المؤسستين لم تكن في يوم من الأيام مصدر ثقة في ظل تاريخ يضج بالانقلابات العسكرية. بين أتاتورك مؤسس الجمهورية على الفكرة القومية وأردوغان الذي يحاول إعلان الجمهورية الثانية، تعيش البلاد حالة من الصراع حول هوية الدولة، هوية عنوانها الرئيس هو القومية التركية، لكن الخلاف يكمن هل تكون قومية بصبغة إسلامية أم علمانية؟ عدنان الظهر، التلفزيون العربي، إسطنبول.